أيها المواطنون، أيتها المواطنات، صاحب الجلالة يخاطبكم. الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. شعبي العزيز، يشكل الاحتفال بعيد العرش المجيد الذي يصادف حلول العام الهجري الجديد مناسبة سنوية لتجديد روابط البيع المتبادلة بين العرش والشعب، وإننا نحمد الله تعالى الذي وهبنا هذا التلاحم الوثيق عبر التاريخ في السراء والضراء. احتفال هذه السنة بهذه الذكرى العزيزة على كل المغاربة في ظروف متقلبة مطبوعة باستمرار تداعيات كوفيد 19 وانعكاسات الأزمة الدولية على الاقتصاد الوطني والعالمي، ولن يتمكن من رفع التحديات الداخلية والخارجية إلا بالجمع بين روح المبادرة ومقومات الصمود لتوطيد الاستقرار الاجتماعي والنهوض بوضعية المرأة والأسرة وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني. شعبي العزيز، إن بناء مغرب التقدم والكرامة الذي نريده لن يتم إلا بمشاركة جميع المغاربة رجالا ونساء في عملية التنمية. إذا نشدد مرة أخرى على ضرورة المشاركة الكاملة للمرأة المغربية في كل المجالات، وقد حرصنا منذ اعتلائنا العرش على النهوض بوضعية المرأة وفتح آفاق الارتقاء أمامها وإعطائها المكانة التي تستحقها. ومن أهم الإصلاحات التي قمنا بها إصدار مدونة الأسرة واعتماد دستور 2011 الذي يكرس المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات وينص على مبدأ المناصفة كهدف تسعى الدولة إلى تحقيقه. فالأمر هنا لا يتعلق بمنح المرأة امتيازات مجانية، وإنما بإعطائها حقوقها القانونية والشرعية. وفي مغرب اليوم لا يمكن أن تحرم المرأة من حقوقها. وهنا ندعو لتفعيل مؤسسات دستورية المعنية بحقوق الأسرة والمرأة وتحيين الآليات والتشريعات الوطنية للنهوض بوضعتها. وإذا كانت مدونة الأسرة قد شكلت قفزة إلى الأمام، فإنها أصبحت غير كافية، لأن التجربة أبانت أن هناك عدة عوائق تقف أمام استكمال هذه المسيرة وتحول دون تحقيق أهدافها. ومن بينها عدم تطبيقها الصحيح لأسباب سوسيولوجية متعددة، لا سيما أن فئة من المواطنين ورجال العدالة ما زالوا يعتقدون أن هذه المدونة خاصة بالنساء. والواقع أن مدونة الأسرة ليست مدونة للرجل، كما أنها ليست خاصة بالمرأة، وإنما هي مدونة للأسرة كلها. فالمدونة تقوم على التوازن، لأنها تعطي المرأة حقوقها وتعطي للرجل حقوقه وتراعي مصلحة الأطفال.
إذا نشدد على ضرورة التزام الجميع بالتطبيق الصحيح والكامل لمقتضياتها القانونية، كما يتعين تجاوز الاختلالات السلبية والسلبيات التي أبانت عن التجربة ومراجعة بعض البنود التي تم الانحراف بها عن أهدافها إذا اقتضى الحال ذلك. وبصفتي أمير المؤمنين، وكما قلت في خطاب تقديم مدونة أمام البرلمان، فإنني لن أحل ما حرم الله ولن أحرم ما أحل الله، لا سيما في المسائل التي تؤثرها نصوص قرآنية قطعية. ومن هنا نحرص أن يتم ذلك في إطار مقاصد الشريعة الإسلامية وخصوصيات المجتمع المغربي، مع اعتماد الاعتدال والاجتهاد المنفتح والتشاور والحوار وإشراك جميع المؤسسات والفعاليات المعنية. وفي نفس الإطار ندعو للعمل على تعميم محاكم الأسرة في كل المناطق وتمكينها من الموارد البشرية المؤهلة ومن الوسائل المادية الكفيلة بأداء مهامها على الوجه المطلوب. وعلى الجميع أن يفهم أن تمكين المرأة من حقوقها لا يعني أنه سيكون على حساب الرجل، ولا يعني كذلك أنه سيكون على حساب المرأة. ذلك أن تقدم المغرب يبقى رهينا بمكانة المرأة وبمشاركتها الفاعلة في مختلف مجالات التنمية. شعبي العزيز، كما تعرف فإن الوضعية خلال السنوات الأخيرة كانت مطبوعة بتأثير كوفيد-19 على مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، كما أن العديد من الناس خاصة من الفئات الهشة والفقيرة تأثروا كثيرا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، ولكننا تمكنا والحمد لله من تدبير هذه المرحلة الصعبة بطريقة فريدة بفضل تضافر جهود المواطنين والسلطات. وقد بذلت الدولة مجهودات جبارة وتحملت تكاليف باهظة لمواجهة آثار هذا الوباء، حيث قامت بتقديم مساعدات مادية مباشرة للأسر المحتاجة وبدعم القطاعات المتضررة، كما عملت على توفير المواد الأساسية دون انقطاع وبكميات كافية في كل مناطق البلاد. وكان المغرب بشهادة الجميع من الدول الأولى التي بادرت بشراء اللقاح وتوفيره بالمجان لجميع المواطنين والأجانب المقيمين بالمغرب رغم ثمنه الباهظ. وفي نفس الظروف بدأنا في تنزيل المشروع الكبير لتعميم الحماية الاجتماعية وتأهيل المنظومة الصحية الوطنية، وأطلقنا مجموعة من المشاريع الهادفة لتحقيق السيادة الصحية وضمان أمن وسلامة المواطنين. وهكذا وفي ظرف أقل من سنة بلغ عدد المنخرطين في نظام التأمين الإجباري للمرض أكثر من 6 ملايين من العاملين غير الأجراء وعائلاتهم، وسيتم استكمال التغطية الصحية الإجبارية في نهاية هذه السنة من خلال تعميمها على المستفيدين من نظام غمد، وسيستفيد من هذا المشروع الوطني التضامني حوالي 7 ملايين طفل، لا سيما من العائلات الهشة الفقيرة، و3 ملايين أسرة بدون أطفال في سن التمدرس. ولهذه الغاية ندعو للإسراع بإخراج السجل الاجتماعي الموحد باعتباره الآلية الأساسية لمنح الدعم وضمان نجاعته. شعبي العزيز، بفضل تضافر جهود الدولة والقطاعين العام والخاص تمكن الاقتصاد الوطني من الصمود في وجه الالتزامات والتقلبات وحقق نتائج إيجابية في مختلف القطاعات الإنتاجية، لكن مرحلة الانتعاش
لم تدم طويلا بسبب الظروف العالمية الحالية، فقد تسببت هذه العوامل الخارجية إضافة إلى نتائج موسم الفلاح متواضع في ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية، وهو مشكل تعاني منه كل الدول. وإدراكا منا لتأثير هذه الأوضاع على ظروف عيش فئات كثيرة من المواطنين، قمنا بإطلاق برنامج وطني للتخفيف من آثار الجفاف على الفلاحين وعلى ساكنة العالم القروي، كما وجهنا الحكومة لتخصيص اعتمادات مهمة لدعم ثمن بعض المواد الأساسية وضمان توفيرها بالأسواق، وهذا ليس بكثير في حق المغاربة. وفي هذا الإطار تمت مضاعفة ميزانية صندوق المقاصة لتتجاوز 32 مليار درهم برسم سنة 2022. وبموازاة ذلك ندعو لتعزيز آليات التضامن الوطني والتصدي بكل حزم ومسؤولية للمضاربات والتلاعب بالأسعار. ورغم التقلبات التي يعرفها الوضع الدولي، علينا أن نبقى متفائلين ونركز على نقاط قوتنا، ولابد أن نعمل على الاستفادة من الفرص والآفاق التي تفتحها هذه التحولات، لا سيما في مجال جلب الاستثمارات وتحفيز الصادرات والنهوض بالمنتج الوطني. وهنا ندعو الحكومة والأوساط السياسية والاقتصادية للعمل على تسهيل جلب الاستثمارات الأجنبية التي تختار بلادنا في هذه الظروف العالمية وإزالة العراقيل أمامها. لأن أخطر ما يواجه تنمية البلاد والنهوض بالاستثمارات هي العراقيل المقصودة التي يهدف أصحابها التحقيق أرباح شخصية وخدمة مصالحهم الخاصة، وهو ما يجب محاربته. شعبي العزيز، إن التزامنا بالنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لا يعادله إلا حرصنا المتواصل على معالجة أولويات المغرب على الصعيدين الجهوي والدولي. وفي هذا الإطار أشدد مرة أخرى بأن الحدود التي تفرق بين الشعبين الشقيقين المغربي والجزائري لن تكون أبدا حدودا تغلق أجواء التواصل والتفاهم بينهما، بل نريدها أن تكون جسورا تحمل بين يديها مستقبل المغرب والجزائر، وأن تعطي المثال للشعوب المغاربية الأخرى. وبهذه المناسبة أهيب بالمغاربة لمواصلة التحدي بقيم الأخوة والتضامن وحسن الجوار التي تربطنا بأشقائنا الجزائريين، الذين نؤكد لهم بأنهم سيجدون دائما المغرب والمغاربة إلى جانبهم في كل الظروف والأحوال. أما فيما يخص الادعاءات التي تتهم المغاربة بسب الجزائر والجزائريين، فإن من يقومون بها بطريقة غير مسؤولة يريدون إشعال نار الفتنة بين الشعبين الشقيقين. وإنما يقال من عن العلاقات المغربية الجزائرية غير معقول ويحز في النفس، ونحن لم ولن نسمح لأي أحد بالإساءة إلى أشقائنا وجيراننا. وبالنسبة للشعب المغربي، فنحن حريصون على الخروج من هذا الوضع وتعزيز التقارب والتواصل والتفاهم بين الشعبين. وإننا نطلع للعمل من الرئاسة الجزائرية لأن يضع المغرب والجزائر يدا في يد لإقامة علاقات طبيعية بين شعبين شقيقين تجمعهما روابط تاريخية وإنسانية والمصير المشترك. شعبي العزيز، إن تاريخ المغرب حافل بالدروس والإنجازات التي تؤكد أننا نتجاوز دائما الأزمات بفضل التلاحم الدائم بين الشعب والعرش.
وبفضل تضحيات المغاربة الأحرار. واليوم لا يسعني إلا أن أعبر لك شعبي العزيز عن شكري وتقديري على ما أبنت عنه في كل الظروف والأحوال من حب لوطنك وحرص على وحدتك الوطنية والترابية والتزام بالدفاع عن رموزك ومقدساتك. وأغتنم هذه المناسبة المجيدة لأوجه تحية إشادة وتقدير لكل مكونات قواتنا المسلحة الملكية وقوات الدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية على تجندهم الدائم تحت قيادتنا للدفاع عن وحدة الوطن وأمنه واستقراره. كما نستحضر بكل إجلال الأرواح الطاهرة لشهادات المغرب الأبرار وفي مقدمتهم جدنا والدنا المنعمان جلالة الملكين محمد الخامس والحسن الثاني أكرم الله مثواهما. وخير ما نختم به قوله تعالى: فإنما العسر يسرا إنما العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.